أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. سائل يقول: ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟ نحن الحقيقة لا نشك في أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلا. في الوقت الذي نعتقد أن ليس من وظيفة الشرع عموما والقرآن خصوصا أن يتحدث عن علم الفلك ودقائق علم الفلك، وإنما هذه تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة تأبير النخل، حينما قال لهم: إنما هو ظن ظننته، فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم من شيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه القضايا ليس من المفروض أن يتحدث عنها الرسول عليه السلام، وإن تحدث هو في حديثه أو ربنا عز وجل في كتابه فإنما لبالغة أو لآية أو معجزة أو نحو ذلك. ولذلك فنستطيع أن نقول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما ينافي هذه الحقيقة العلمية المعروفة اليوم والتي تقول بأن الأرض كروية وأنها تدور بقدرة الله عز وجل في هذا الفضاء الواسع، بل يمكن للمسلم أن يجد ما يشعر إن لم نقل ما ينص على أن الأرض كالشمس وكالقمر من حيث أنها كلها في هذا الفراغ كما قال عز وجل: وكل في فلك يسبحون. لا سيما إذا استحضرنا أن قبل هذا التعميم الإلهي بلفظ وكل هي تعني الكواكب الثلاثة، حيث ابتدأ بالأرض فقال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ثم قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لفظ كل تشمل الآية الأولى الأرض ثم الشمس ثم القمر، ثم قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. هذا ظاهر من سياق الآيات هذه، وهي بلا شك آيات في ملك الله عز وجل باهرة. أقول هذا مع العلم بأن العلماء في التفسير أعادوا اسم كل إلى أقرب مذكور وهو الشمس والقمر، لكن ليس هناك ما يمنع أبدا من أن نوسع معنى الكل فيشمل الأرض التي ذكرت قبل الشمس وقبل القمر.